مساء الخير واهلا بيكم حلقة جديدة وهنا العاصمة. النهاردة هنا الستات، وهنا الستات النهاردة عندنا قضية جادة شوية. دايما بنتكلم عن حقوق المرأة في النفقة والزواج والطلاق وحضانة الأطفال وغيرهم، لكن النهاردة هنتكلم عن حق المرأة في التعيين كقاضية. والحقيقة ده كفاح للمرأة المصرية منذ نهاية الأربعينات وبدأته الوزيرة عائشة راتب. من نهاية الأربعينات لحد دلوقتي حصل تحسن بالتأكيد، لكن هذا التحسن لم يكن بالقدر المتوقع أن تكون به المرأة المصرية. ما زال لدينا مجلس الدولة والنيابة العامة ترفض حتى هذه اللحظة تعيين المرأة قاضية، رغم الدستور ورغم أيضا يعني أن هناك أحكام أو هناك مواد في الدستور تؤكد على أهمية تعيين المرأة قاضية وعلى حق المرأة أن تعين في الجهات القضائية ومطالبة المشرع بالمساواة في الحقوق والواجبات للكل سواء ذكر أو أنثى. وهنستعرض معاكم هذه المواد الدستورية، لكن النهاردة هنتكلم عن حق المرأة كقاضية. هل مازال الكلام عن العادات والتقاليد وأن المرأة لا تشرع وأن المرأة لا تكتب القانون وأن المرأة لا تصلح أن تجلس على منصة القضاء، هل ده لسه بينسحب على عدد من الهيئات القضائية؟ هل لسه إحنا في عصر نهاية الأربعينات والقضية التي كافحت من أجلها عائشة راتب لسه حتى هذه اللحظة لم تنجح المرأة المصرية في الحصول على حقوقها؟ النهاردة هتكون قضية أو يعني قصة المرأة القاضية والمرأة على منصة القضاء هي قضيتنا في هنا الستات، وده حق من حقوق المرأة. احنا بنطالب بحق كفله لنا الدستور، ولكن تبقى العادات والتقاليد وأشياء أخرى تقف أمام حق المرأة كقاضية. خلونا نبدأ بمجموعة من الأخبار. والنهاردة الحقيقة قررت أكلمكم في حاجة بعيدة شوية عن مجريات الأحداث، وعندنا طبعا القصص ونتكلم على المحافظات والسيول والبنسلين وكل حاجة، ونتكلم على أزمة البنسلين طبعا. لكن الحقيقة أنا بتفرج كتير على النشرات الاقتصادية، وده من هواياتي، يعني أنا بشوف النشرات الاقتصادية الدولية على طول، ولقيت ان في حاجه متناميه متصاعده العالم كله بيتكلم عليها واحنا ما نعرفش عنها حاجه خالص، اسمها البيتكوين. ايه هي البيتكوين دي؟ قلت لا لازم نعمل ريسيرش، وابتديت اشوف. النهارده شفت تقرير مثير جدا على CNN عن البيتكوين في كوريا الجنوبيه، وازاي ان في ناس بقوا بليونيرات يعني نتيجه متاجرتهم بالبيتكوين او التريدنج على البيتكوين. ايه هو البيتكوين ده؟ بيتكوين ببساطه هو عملة افتراضية، يعني مش جنيه ولا دولار ولا يورو ولا ين ولا ايوان ولا اي حاجة، هو عملة افتراضية على الانترنت، يعني ظهرت في 2009. عملة افتراضية رقمية موجودة، يعني مفيش عملة حقيقية تمسكها في ايدك اسمها البيتكوين، ولكنها عملة افتراضية ليس لها وجود مادي، لا يتم تداولها في الاسواق، يعني متقدرش تروح تشتري بنطلون ببيتكوين او عيش ببيتكوين، لا، هي عملة زي ما بنشتري مثلا الذهب على الانترنت او في الماركت، احنا بنشتري البيتكوين في الماركت على الانترنت، ومش في كل الماركتس، مش في كل الاسواق. هي عملة غير مغطاة باصول ملموسة زي باقي العملات، يعني مثلا الجنيه المصري او الدولار او اليورو، كلها البنوك المركزية لها غطاء، لها غطاء من ذهب، لها غطاء من سلة عملات، ودايما احنا بنقول كده، بنقول انه العملة مش عايزين نطبع لانه الحقيقي منها هو ما له غطاء في البنك المركزي، فهي عملة بلا غطاء، ليس لها بنك مركزي تعود اليه، البنك المركزي بتاعها موجود على الكوين بيس بتاعها، البنك المركزي بتاع البيتكوين هو الكوين بيس الموجود فين؟ على الشبكة، على الانترنت، على الشبكة العنكبوتية زي ما بيقولوا عليها. لا يصدرها هذه عملة، لا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تتحكم فيها أي سلطة نقدية مركزية، ولا تخضع لأي جهة رقابية.
بيتكوين مجنن العالم، لكن يمكن تحويلها الى عملات زي الدولار واليورو حقيقي بقى فيها اي تي امز. يعني في كوريا الجنوبيه مثلا بقى في اي تي امز للبيتكوين، يعني تحولها مثلا بالدولار او تحولها باليورو وتاخد بدلها فلوس. هنقول لكم ايه الدول اللي بتستخدم البيتكوين وايه الدول اللي ما بتستخدمش البيتكوين. طبعا البيتكوين موجودة فين؟ البيتكوين موجودة في آلاف، بل يعني مئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر. يعني فين البيتكوين دي؟ فين العملة دي؟ العملة دي موجودة في أجهزة الكمبيوتر، لا موجودة في بنك مركزي ولا موجودة في أي مكان. مؤخرا بقت موجودة في البورصات العالمية، ويعني أصبح لها وجود في بورصة شيكاغو مثلا، وده اللي عمل طفرة رهيبة جدا، وفجأة لقينا البيتكوين بأرقام رهيبة موجودة بقى. بيسمح بتداولها فين؟ في ألمانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية، وفي مليونيرات في كوريا الجنوبية عملوا فلوس رهيبة من البيتكوين، وفي اليابان أيضا، وطبعا في بعض الولايات في أمريكا، في بعض الولايات في الولايات المتحدة، وموجودة في شيكاغو وموجودة في سان فرانسيسكو. إيه الدول اللي بتمنع التداول عليها؟ طبعا السعودية أصدرت بيان، يعني النقد السعودي، سلطة النقد السعودية أصدرت بيان تمنع وتحذر المواطنين من التعامل بالبيتكوين. مصر أيضا البنك المركزي نفى على الإطلاق أنه هو عنده أي تعاملات بهذه العملة الافتراضية، والمغرب ولبنان ودول طبعا أخرى كثيرة جدا يعني لا تتعامل معها، ولكن هذه دول تمنع التعامل مع مصر، بتمنع التعامل معاه السعودية أيضا والمغرب ولبنان. عايزة أوريكم بس إزاي بقى في هوس اسمه البيتكوين. البيتكوين ده ما احنا بنقول مقوم بالفلوس، يعني مقوم يعني هو عبارة عن عملة، لكن مقومة بكام؟ الناس بتشتريها بالدولار أو بتشتريها باليورو. البيتكوين ده قلنا صدر سنة أول تعاملات عليه كانت 2009، واحد اسمه سوتشي نوكامورا باين، ولا سوتشي مش عارفه ايه اسمه، صعب كده جدا. 2009 وابتدت بايه؟ ب 230 دولار، ثم ابتدى يبقى فيه تداول عليها ب 2000 دولار، وفضلت سعرها 2000 دولار حتى وصلنا عليت شويه في 2014. لكن في 2017 فوجئنا بالبيتكوين عماله تعلى 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 تعلى، ومن ايام قليله خبطنا في سيلينج ال 17,000 دولار. فاللي اشترى البيتكوين ب 2000 دولار وباعها ب 17,000 دولار او عدت ال 17,000 دولار بقى مليونير خلاص. تخيل بقى كام وحده بيتكوين عملها من شويه تريدنج على الانترنت وبقى مليونير. طبعا لها مخاطر وهنتكلم عنها، بس تعالوا اقول لكم ازاي الناس بتروح تشتري البيتكوين. قلنا نشوف يعني، فمجله بيزنس انسايدر قالت وشرحت ازاي الناس بتشتري البيتكوين. البيتكوين بيشتروها من على التليفون عادي مع الكمبيوتر، يعني مثلا ده ابل اهو، ادي الابس او التطبيقات اللي موجوده على تليفونك او على الكمبيوتر، وادي الكوين بيس ده البنك المركزي بتاعهم، ده الكوين بيس ده المكان اللي انت بتشتري منه البيتكوين. هنا ادي الكوين بيس، بتأدي اول خطوه بتروح دايس على الكوين بيس ده، بعد كده بيقول لك ادي الكوين بيس اهلا بيك، والبيتكوين برايس بتاعتنا كذا، سينس لاست ويك كانت كذا، زادت دولار و70 سنت، بس هي دلوقتي البيس بتاعها 969 دولار مثلا، عارف يعني عشان تبقى عارف. بعد كده بتدخل اسمك، وهو هنا بزنس انسايدر كانت عامله التجربه دي، دخلت الاسم وادي الايميل وادي الباسورد. بعد كده سيلكت يور ستيت، انت في انهي ولايه او انهي دوله، ثم انتر يور ادرس، بتدخل الادرس والسويت والسيتي وات ايفر، كونتينيو. وبعد كده تبتدي بقى تعمل كل الاجراءات، ويلكم كريس، ليتس جيت ستارتد، كومبليت ذا فولوينج ستيبس، تبتدي تمشي في الخطوات، تدخل بقى على البيمنت، هتدفع ازاي؟ هل هتدفع من بانك اكاونت ولا هتدفع بكريدت كارد وديبت كارد؟ دفعت، شكرا، ويل دان، انت اشتريت خمسه ما قيمته يعني خمسة، بتدفع طبعا فيه، بتدفع كمان زي مش غرامة، بتدفع تكلفة للخدمة للبيتكوين. واشتريت البيتكوين، اللي اشتراها في 2013
او 2014 حتى ب 2000 دولار، والنهارده بقت ب 17,000 دولار ويزيد، واصله في الفيوتشرز في يناير المقبل 18,000 دولار. ايه القصه دي؟ نصب مثلا؟ هل هي هتنهار في الاخر؟ ده اللي هنحاول نفهمه النهارده من الخبراء. المهندس حسام صالح خبير تكنولوجيا المعلومات، مساء الخير يا حسام. يعني اكيد انت عايش معانا البيتكوين وبتتفرج على المانيا بتاعت البيتكوين دي. طب ليه ما سالتنيش ما اشتريتش بيتكوين ليه؟ ما اشتريتش بيتكوين بصراحه. ما هو في الواحد ايجر ان هو يشوف القصه دي. اشتريت بيتكوين ولا لا؟ انت عارفه ان البيتكوينز النهارده الناس بتشتريها بالفراكشن، يعني ممكن حضرتك تشتري 10% بيتكوين او 1 في 1000 من البيتكوين. يعني البيتكوين مش بتشتريها از عمله كامله، ممكن تشتريها اجزاء. في حاجه مهمه قوي في الحته بتاعت اسعار البيتكوين وهي بتطلع ليه وبتنزل ليه، والحته دي ان البيتكوين اللي موجوده عددها في العالم معروف، هم 21 مليون بيتكوين. اوكي. فالنهارده العرض والطلب اللي موجود هو اللي مخلي البيتكوين بتغلى. في معلومه حضرتك قلتيها في المقدمه ان ما ينفعش اشتري بالبيتكوين النهارده اي حاجه من السلع العاديه. انما هو الموف جايه بتقول ان احنا 2018 حضرتك تقدري تعملي شوبينج باجزاء من البيتكوين. فعشان كده الناس النهارده بتحاول تقتنيها بسرعه وتخلي عندها اكبر عدد من البيتكوينز، لو يقدروا يخلوا عندهم اكبر عدد من البيتكوينز. النهارده السعر بتاعها عمال يطلع، احنا السعر بتاعها في الثلاث اسابيع اللي فاتوا، عشان بس الناس تبقى متابعينا، الثلاث اسابيع اللي فاتوا احنا طلعنا من 12,000 دولار للنهارده 17,900. رهيب. في ناس بتبيع بقى يا حسام؟ هل في ناس طبعاً في ناس بتشتري وبتبيع كل يوم. احنا بنتكلم على لو تفتكري البورصة بتاعتنا في مصر في البداية في اول الالفينات، لما كانت في كل يوم الصبح تصحي تلاقي السهم بتاع اكس كومباني طلع 10% وبكره 10% وبعده 10%، ده اللي بيحصل في البيتكوين دلوقتي. فالبيتكوين الفكرة كلها ان احنا اولا هم طلعوا بره البنوك المركزية، ووجودها بره البنوك المركزيه في دول كتيره زي مصر مثلا، اللي هو البنك المركزي بيقون كل ما هو تشريع لكل ما هو مالي موجود جوه البلد، فصعب ان انا احط البيتكوين جوه المنظومه بتاعتي الا اذا المركزي اقرها، بعد ما البنوك المركزيه الاكثر في العالم اللي هو بيتعامل معاها هو يقدروا يعتمدوه. طب انا عايز يعني انت بتقولي 21 مليون وحده بيتكوين، مين المتحكم؟ يعني مين اللي بيقول ان هم 21 مليون وحده بس؟ مين مين البيس بتاعها؟ مين اللي عملها؟ هو مفيش، ما هو لما طلع الراجل اللي انت ما قلتيش اسمه في الاول اللي هو الاسم الصعب ده، ساتوشي مش عارفه ايه، ساتوشي ناكاموتي ده. ايوه. ساتوشي ناكاموتي ده شخصيه مجهوله، لاول مره في العالم يبقى في شيء يطلع بهذه السرعة ويعمل هذه الفلوس للناس، والشخص ده شخص مجهول ولم يظهر للدنيا، وكل الناس بتقول ان هو فيك وانه ده موجود ثرو اجهزة معينة، وكل واحد بقى بيخترع الاختراع بتاعه زي ما هو عايز. فهو الحقيقة ان وعدم وجود ريجيليتر ينظم البيتكوين خلى البيتكوين اللي بيحصل فيها دلوقتي ايه؟ في حاجة اسمها التنجيم او اللي هو المايننج. النهارده بقى البيتكوين عباره عن ان انا النهارده بدور عليها عشان خاطر اعرف الاقيها واعرف اشتري، لان الفكره كلها ان هي متخزنه فين؟ هي متخزنه في التليفون، الشاشه اللي حضرتك وريتيها من شويه للمشاهدين، هو البيتكوين متخزنه هنا، هو مفيش حته ثانيه يبقى فيها بيتكوين، يعني مفيش مكان هتروحيه وتجيبي منه البيتكوين، البيتكوين موجوده جوه التليفون، فهو تليفونات الناس جواها ال 21 مليون يونت دول، وال 21 مليون يونت دول محطوطين في بلوكات كده بيسموها بلوك تشين. أيوة. البلوك تشين ده كله على بعضه بيتشال، هوب يتنقل سعره يطلع من اكس لواي. فالسرعه الغير عاديه
للفلوس التخيليه دي، لان دي كل دي فلوس تخيليه. ايه اللي بيقيمها بفلوس؟ بمعنى ايه؟ بمعنى انا باخد قدامها يعني هاو دو اي كاش فرصه ات؟ عرض وطلب. ايوه هاو دو اي كاش ات، مين اللي بيدفع الفلوس دي قدامها يا حسام؟ المشتري اللي انا او حضرتك او اي حد عايز يشتري بيتكوين بيدفع البيتكوين دي ثرو التليفون، وطبعا الحته دي حته صعبه اللي هو الشاشه اللي موجوده قدامنا، الحته دي حته صعبه شويه لان مش كل الناس تقدر تحول عشرات الالاف. يعني خليني اقولها لك بالمصري، البيتكوين تساوي بالمصري 300,000 جنيه. الواحده اليونت الواحده انه 17,000 دولار وكذا. اليونت الواحده هي ب 300,000 جنيه، يعني لو انت يعني التقييم اللي موجود على البرايس ليست بتاعه بيتكوين ب 300,000 جنيه النهارده، ب 301,000 جنيه. فالنهارده فانا الفلوس اللي انا بدفعها لو حد غيري باع ياخد من الفلوس دي وكاشت. هي كلها على بعضها عباره عن صندوق مقفول جواه اليونتس ديت، وهي الفلوس عماله تخرج وتخرج وتطلع من الناحيه الثانيه. مفيش اي مين مفيش بيكسب كاش. طف النص يعني مين من مصلحته القصه دي؟ القصه دي مصلحه مين يعني؟ لحد دلوقتي المضاربين هم المصلحه الرئيسيه بتاعتهم. لما هتقف في لحظه، اللحظه اللي هتقف فيها وكل التوقعات بتاعت كل المجلات الاقتصاديه بتقول ان الكيرف اللي حضرتك وريتيه من شويه اللي طالع لفوق قوي ده، مفيش كيرف في الدنيا طلع عمره كده الا ونزل واحده تانية زيها بالظبط. بس انت عندك بورصه شيكاغو اعترفت بيها. اعترفت بيها اول امبارح. اول امبارح في الأول. اول امبارح. ده كتير يعني، ده مش قليل. في شركتين اوريدي هو مضطر يعترف بيها لان ابتدت تلم فلوس. ما هو في افكار بتبقى الافكار الاقتصاديه التحرريه بتقول ما تسيبش الكاش يهرب في حتت ثانيه. فالنهارده هو لما يلاقي الكاش كله بيجري في الاتجاه بتاع البيتكوين لا وقفها. والنهارده ابتدت تطلع عمله ثانيه غير البيتكوين كمان. ايه بقى تاني؟ في الاثرم دي، الاثرم دي واحده ثانيه متامنه اكتر من البيتكوين. ما الموضوع كله بقى طلع حاجه جديده، بس هو دي اثرم دي ليها الراجل بتاعها معروف مين اللي طلعها. طب انت ليه ما اشتريتش بيتكوين يا حسام؟ الحاجه اللي تكون ب 5000 دولار النهارده واصحى الصبح الاقيها ب 12,000 دولار، لازم ابقى عارف ان انا مش هكون سريع كفايه ان انا وقت ما هي نازله هلحق انزل معاها، وهبقى من صغار المستثمرين اللي بيخسروا فلوسهم عشان الكبار يكسبوا. طب خليك معانا يا حسام، خلينا نسمع راي الاستاذ عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر. استاذ عاكف مساء الخير. يعني اكيد انت متابع البيتكوين، ما هو موقف البنوك المصريه من البيتكوين؟ وقولي رايك كمصرفي فيما يحدث حول العالم. مبدئيا البنوك المصريه مش بتتعامل بعمله البيتكوين، وزي ما باشمهندس حسام قال هي البيتكوين دي عمله ديجيتال، يعني عمله رقميه، ودي مش عمله الوحيده، يعني في عملات كتيره رقميه تانية موجوده في السوق بتتداول يعني. فاحنا الموقف ده مش بس على البيتكوين، كل العملات دي احنا لا نتعامل معاهم، مش احنا بس، كل بنوك العالم لا تتعامل في العملات دي، لان فعلا ملهاش ريجيليتر، يعني ملهاش رقيب هو اللي بيحدد العرض والطلب بتاعها، وبيبقى ليه اشتراطات ان انت تتاكد ان ما فيهاش مغاسيل اموال، وما فيهاش يعني مش بتمول عمليات غير مشروعه. ودي من ودي من السلبيات بتاعتها، انك انت دي فلوس غير مراقبه، وبالتالي ممكن تمول عمليات غير مشروعه، ممكن تمول غسيل اموال، لكن لها مخاطر ايضا. طبعا المخاطر طبعا ان السعريه، لان زي ما حضرتك شفتي الكيرف وضح السرعه الكبيره في ارتفاع سعرها، وزي ما الحاجه بتطلع بسرعه دي تبقى اسمها الفولاتيليتي فاكتور بتاعها، اللي هي بتبقى تقدر تتحرك زي ما طلعت بالسرعه دي ممكن تنزل بالسرعه دي. وتاريخ الهاك، لو رجعتي للشارتس على تاريخ الاسعار بتاعت البيتكوين هتلاقي في فترات طلعت جامد جدا وفي فترات انخفضت بصوره كبيره. الفرق ما بينها وما بين العملات الثانيه اللي احنا بنتعامل بيها العملات الورقيه، واللي هي ان فيها بنوك مركزيه بتقف في ظهر العملات الثانيه، انما هنا ما فيش بنك مركزي بيقف معاها. كل
يعني خبراء كتير انقسموا طبعا عليها. في ناس شايفه ان هو ده مستقبل البيع في المستقبل، ان كل حاجه تتحول للرقميه، فبالتالي هيبقى في نمو في استخدام العملات دي. وفي وجهه النظر الثانيه ان هي شبه، هي مش بونزي سكيم، بس هي شبه البونزي سكيم اللي هو طب ايه الفرق بينها وبين ان انا اشتري ذهب على من الستوك ماركت مثلا يعني؟ وفي ناس كتيره شبهتها بالقصه دي بقصه الجولد. ممكن تشبهيها بالذهب، ممكن تشبهيها بالاسهم على اساس ان هي ليها سعر وبتباع وبتشترى بيه. الفرق ان الفولاتيليتي بتاعتها هي ان هي بترتفع بسهوله وبتنخفض برضو بسرعه كبيره، فده فاكتور تاني ان هي يعني هي لحد الان هي سكيور، انما طبعا مش شرط مع تطور التكنولوجي ممكن يحصل مشاكل فيها في السكيورتي بتاعتها والاموال دي تتسحب او تختفي. طب فاحنا عندنا البنك المركزي لا يتعامل وبحذر الناس من التعامل بالبيتكوين، مظبوط؟ وده موقف ما يختلفش عن برضو يعني لو طلعنا في معظم بنوك العالم الحقيقه. مظبوط. وشفنا سامة يعني اللي هي سلطه النقد السعوديه ايضا، يعني معظم بنوك العالم وبنوك المركزيه في العالم ترفض التعامل وتحذر من التعامل بالبيتكوين لانه له مخاطر كثيره جدا. وده مظبوط، حتى في الريجليتورز في امريكا وفي الاتحاد الاوروبي كلهم برضو بيحذروا من المخاطر بتاعتها. وناس يعني بالذات انك تعمل بابل ستراكشر لك شايفه ده ممكن فجاه. طيب معلش انا هطلب منكم استاذ مهندس حسام صالح واستاذ عكف مغربي، انا معايا حد اتصل بينا دلوقتي فعلا اشترى بيتكوين، فعايزين نسمعه ونفهم ايه اللي حصل بالظبط. الاستاذ حسن جمعه واعتقد عنده شركه تجهيزات فندقيه. استاذ حسن مساء الخير. مساء النور، اهلا. انت اشتريت بيتكوين؟ اشتريت بيتكوين، بس هي القصه اللي انا عايز اقولها واوضحها شويه، يعني هي ان الفرق ما بين البيتكوين واي عمله تانية، وعشان كده لا يمكن بنك هيعترف بيها، ان هي عمله لا مركزيه. يعني اي عمله ليها زي ما حضرتك قلت غطاء نقدي في الهواء، لكن البيتكوين الغطاء النقدي بتاعها او قيمتها موجوده فين؟ موجودها في جيوب الناس. يعني اللي اخترع العمله ده دلوقتي معهوش الفلوس دي، الفلوس دي معايا ومع اي حد معاه البيتكوين. انت اشتريتها ازاي استاذ حسن؟ من على الانترنت بقى 2009 اول ما طلعت خالص، لان انا ابني مهندس كمبيوتر وكان هو وزمايله يعني هم اللي طلبوا، ان لسه كانوا لسه في الكليه وقالوا في موضوع اسمه البيتكوين، ودي طريقه علشان الناس تتداول بيها الفلوس وهي لا مركزيه. وكانت الفكره الاساسيه ان انت حاليا في ناس مش بس بتنقب عن البيتكوين زي ما المتحدث اللي قبلي قال، لكن في تقدري كمان تكريتي البيتكوين. تعمل يعني ايه؟ في دلوقتي نعمل كرييشن للفلوس دي. احنا وكرييت كرييت البيتكوين. يا سلام. عشان تقدري تكريت البيتكوين ده، يعني تكريتيها ازاي؟ يعني ان انت تبقي واحده من المنظومه بتاعه البيتكوين دي، من الشبكه، يتعمل من خلال الكمبيوتر بتاعك ترانزاكشن. عشان يتعمل من خلال انت دلوقتي بعد شويه هنشتري الحاجه بالبيتكوين، وبالتالي هنعمل ترانزاكشن للفلوس دي ما بين واحد عنده سلعه وواحد تاني معاه البيتكوين دوت، من الوالد بتاعته، المحفظه اللي موجوده على الالكترونيه، كله الكتروني، المحفظه الالكترونيه اللي موجوده دي، بمجرد ما انا ادي لميس في الفلوس ديت، المحفظه بتاعتي دي اتغيرت الشفره بتاعتها واتغيرت كل حاجه في الدنيا، وبالتالي هي موضوع امن جدا. بعد ما كان معايا مثلا 4 بيتكوين بقى معايا 3.75 بيتكوين. طب انت دلوقتي انت اشتريتها 2000 وكام قلت لي؟ 2009؟ 2000 في يعني اخر اواخر. اشتريتها بكام يا استاذ حسن؟ 50 دولار لما كانتش لسه الرقم ده. 50 دولار ده كانت لسه في الاول خالص. كده. انت عارف طبعا دلوقتي انها ب 17000 وي. طبعا ده هي القصه في ان ممكن الناس تكريتها، ودلوقتي الصين بتعمل الكلام ده. تكلفه الكرييشن بتاعه البيتكوين في اي دوله دلوقتي، زمان كانت رخيصه، دلوقتي عشان تعملي كرييشن انت محتاجه كمبيوتر بمقدره معينه وهتستهلكي كهرباء معينه، لكن حته زي مصر الكهرباء فيها كسلعه رخيصه، او لو انت عندك منظومه بتشتغل بالطاقه الشمسيه وبتقدري تحطي عليها اكتر من كمبيوتر، والكمبيوتر ده بيساعد في عمليه تداول البيتكوين حوالين العالم، ده معناها ان انت تقدري بعد شويه بتاخدي بوينت في بوينت في بوينت، يتعمل عندك عدد معين من الترانزاكشن.
فيو كان كرييت. سؤالي الصين دلوقتي بتعمل مزرعه كامله من الطاقه الشمسيه علشان هتخش بتقولها جامد، وده اللي معلي السعر نتيجه اعتراف بعض البورصات زي ما حضرتك قلتي، ونتيجه ان كمان الصين داخله، غير اليابان الصين داخله كمان وعامله حسابها ان هي تكاريت في يعني لنفسها. طيب. يعني استاذ حسن انت دلوقتي اشتريتها ب $50، دلوقتي هي ب 17000 وحاجه، بعت؟ تمام. بعت ولا لا؟ لا لا لسه ما بقى. كيش بقى كيش كيش بقى تعملي كيش. هو انت ما تعرفيش عايزه يعني تحوليها الكاش، فانت لازم تخشي في بورصه من البورصات ديت. هتحولها الكاش. قولي بقى تحولها الكاش ازاي؟ لان عن طريق العرض والطلب اللي موجود برضو، يعني في اكتر دلوقتي من ويب سايت غير اللي انت حطيتيه، في اكتر من ويب سايت بيكاريت محافظ للناس، ففي ناس بتطلب، في وسيط بقى بيبقى موجود، بروكر بيبقى موجود، فلان عايز يبيع فبيعرض البيتكوين بتاعته موجوده، وواحد عايز يشتري في اي حته تانية في العالم بيشتريها. طب ولكن جربت تبيع يعني؟ هتبقى اقوى موجود زي ما انت عملتي التجربه بتاعه الشراء، اعملي تجربه البيع هتلاقي نفسك ان انت قولي يعني عندي كذا، بس بيطلب منك بقى الوالد بتاعتك دي ليها باسورد. الباسورد دي مكونه مثلا من 10 صفحات من الارقام، لكن موجوده على الكمبيوتر، فانت بتحطي وينفع تخليها في فلاشه معاكي، بس خطر جدا انك تبقي شايله المبلغ دوت او الوالد تبقى في ايدك بالطريقه دي. الوالد دي في فلاشه؟ لا دي فلوس كتيره طبعا لا يمكن، فلازم تبقى محطوطه عشان هي الرقم ده بيتغير، لو خدتي منه .001 ايوه الباسورد دي اوتوماتيكلي تتغير. بس يعني ليه معلوماتك في ناس باعوا وكيشوا فلوس ولا مفيش حد بيبيع؟ كل دي طبعًا فلوس رقميه على الشاشه وخلاص؟ لا ما هو عشان تبقى فلوس رقميه لازم حضرتك دلوقتي عايز تشتريها، علشان في المستقبل هتبقى ليها قيمه عاليه جدا، اول كمان ما يبتدي عمليه التداول، وزي ما انت قلتي في اي تي ام دلوقتي، فالناس ممكن تروح يعني ابيع لك حاجه وتروحي تسحبيها من الاي تي ام. خليك معايا استاذ حسن. مهندس حسام انت سامع تجربه استاذ حسن جمعه؟ حسام ايوه سامع تجربه الاستاذ حسن جمعه اللي اشترى بيتكوين؟ طبعا 350 ضعف هو دلوقتي بالظبط فلوسه عملت 350. انا بقول له ما كيشتش ليه؟ ما عملتش كاشنج ليه؟ 350 ضعف اللي هو عملهم دول لازم يكسب طبعا، لازم يكيش، بس احنا مش عايزين نشجع الناس، عشان بس نقول ان البنك المركزي المصري يحظر التعامل او لا يتعامل، بلاش يحظر، لا يتعامل بالبيتكوين، وبيقول للناس عشان اكون دقيقه في بيان البنك المركزي انه نفى البنك المركزي نياته من قريب او بعيد اصدار تشريع او ضوابط تنظم عمليه تداول العمله الافتراضيه. ده فلوس مش عنده ينظمها بالظبط. وقال ان النظام المصرفي المصري يتعامل بالعمله الرسميه فقط ولن يتعامل بالعملات الافتراضيه نهائيا. انا عارفه ان كمان المملكه السعوديه حذرت المواطنين من التعامل بالعمله هذه العمله الافتراضيه، بس الناس لما تسمع حسام معلش، الناس لما تسمع انه اشتراها ب $50 ودلوقتي بقت 17000 وكذا، طب ما هو يعني برضو بيجيب للناس يعني توتر. هو اشتراها كمان ب $50 لما كان الدولار ستة جنيه. تخيل ده كسب مرتين. حسن انت بتقرع عليك. يعني بتقرع عليك، انت كيشت مرتين صحيح. هي الفكره كلها ان الاستاذ حسن هو بيتكلم على الطريقه اللي هو يقدر يتعامل فيها بالبيتكوين بعد كده ويشتري بيها بعد شويه. الفكره كلها ان هو الكلام اللي انا كنت بقوله، مش عايز ادخل ناس في التكنيكاليتي، ان ما يسمى بالبلوك تشين ده اللي هو بيسمح لي ان انا اعرف اطلع بيه اجزاء من البيتكوين، وانا بعمل الترانزاكشن زي ما قلت لك عدد البيتكوينز في العالم ثابت، وبالتالي دلوقتي قال لك اهو يو كان كرييت، تقدر تكريت. يو كان كرييت بقى الكرياشه الكرييشن ديت بتتم ثرو انك انت تقدري تعملي المايننج اللي انا قلت عليه بتاع البيتكوين، فانا هبحث هطلع بيتكوين جديده، بس البيتكوين الجديده دي مش هتبقى بيتكوين زائد البيتكوينز اللي موجوده، هي هتطلع من قلبهم. يعني الخلاصه نقول للناس ايه عشان بس الناس كده اتلخبطت معانا، نقول للناس ايه؟ هل نحذر من التعامل بالبيتكوين ولا نقول لهم راقبوا ولا نقول ايه؟ يعني مش عارفه الحقيقه. انا دايما في الحاجات اللي زي كده يعني مش هقول لك راي قاطع الحقيقه، انما هقول لك ان الناس اللي اشترت بيتكوين ما باعتش،
ما حدش باع، ما حدش باع. بس في اي تي امز، في اي تي امز في جنوب، في اي تي ام في كوريا، في اي تي ام، في اي تي ام في كوريا. الناس اللي بتعمله انها بتصرف البيتكوين ديت، بتحولها لفلوس، فالبيتكوين بتفضل موجوده جوه الاجهزه، فالناس بتخش تشتري بيتكوين جديده، فدائما ابدا هتفضل السايكل موجوده. بس لحد محدش كايش. كل الناس اللي بقوا مليونيرات دول بقوا مليونيرات على الشاشه، زي بالظبط كده الناس اللي بتكسب كاس العالم في فيفا على بلاي ستيشن. استاذ عاكف، هو تقول للمواطنين ايه؟ استاذ عاكف المغربي، تقول للمواطنين ايه اللي بيشوفوا الحاجات دي ويمكن يتخيلوا انها فرصه ربح سريعه؟ بس انا بس هصلح معلومه بس بالبشمهندس حسام، لا ان هم في ناس بتبيع فعلا، يعني ناس لان هي بتبيع. بورصه، فناس ناس بتبيع وناس بتشتري، فهي وناس بتحولها لبعض وبيشتروا بيها حاجات على الانترنت. في ناس بتبيع يا حسام، عندنا معلومه. انما النصيحه للناس هو بس يعني ما حدش يستثمر بس في حاجه هو مش فاهمها، فلازم الناس الاول تفهم ايه اللي هو بيستثمر فيه ويبقى فاهم المخاطره بتاعتها، هي مخاطره عاليه. مخاطره عاليه طبعا. استاذ حسن، يعني تجربتك مهمه، هل انت ممكن يعني فورا، ممكن حالا فورا عايزه تبيعي هتبيعي؟ وبعدين هو احنا هو نفس القصه، وانت لما بتشتري دولار، هو انت ما بتقلليش من الدولار، لما بتبيعي دولار انت ما بتقلليش من الدولارات اللي موجوده في العالم، انت لما بتبيعي دولار انت بتبيعي دولار وبتاخدي من الجنيه المصري، فنفس القصه لما بتبيعي البيتكوين انت بتحوليها بالعمله اللي انت يعني هتصرفي بيها في الاي تي ام، فده ما فيهوش اي مشكله. وهي قصه الكرييشن دي، انت بتحولي الكهرباء لفلوس، العمله دي محكومه بالناس اللي موجوده كلها اللي بتستخدمها، وبالتالي ما هياش محكومه ببنك، وبالتالي هيرحب بيها كل الناس اللي هي ب ب ب بت ب بتشجع تحرير الاقتصاد من اي بلد ومن اي دولار ومن اي حاجه، وعشان كده الصين داخله فيها، لان انت هتحرري العمله من اي حاجه، الناس هي اللي هتبقى تتحكم فيها. طيب. الكمبيوترات والكهرباء اللي انت بتصرفيها على الكمبيوتر دي هي اللي هتعمل المايننج اللي موجود ده، وهتخلي التداول اعلى، وهتخلي عدد الترانزاكشن اللي موجود حوالين العالم اعلى، وبالتالي انت المتحكم الوحيد في القصه دي. انا بشكرك استاذ حسن جمعه، احد المتعاملين وصاحب شركه تجهيزات فندقيه، بشكر استاذ عاكف المغربي والمهندس حسام صالح. يعني لا استطيع ان انا يعني طالما البنك المركزي لم يسمح بتداول هذه العملة، فأنا شخصيا مستثمرة كونسرفاتيف جدا، يعني مش حويطة ولكن تقليدية جدا في القصة دي، بحب أن أنا أتعامل بما يسمح به قانونا ولا أتعامل بما لا يسمح به قانون. والحقيقة أنا شفت أن كل البنوك المركزية حذرت من التعامل بهذه العملة الافتراضية، مش بقول أنها في العالم كله احنا شايفين الصرعة، لكن الحاجة اللي تطلع ب يعني جراف، ورونا جراف يا جماعه كده تاني، الحاجه تطلع بجراف رهيب كده في 2017 وتنط من 2000 دولار او من 50 دولار زي اللي اشتراه استاذ حسن ل 17000، انا لازم اكون حذره منها جدا، لان نفس الجراف الطالع ده بنفس منحنى الصعود ده ممكن يبقى فيه منحنى هبوط، واحنا شفنا العقارات بيحصل فيها كده، شفنا العملات اللي لها غطاء في البنك المركزي بيحصل فيها كده. اذا فقط علينا أن نحظ يعني نقرأ جيدا، نحذر ما يعني، ونتبع يعني الكلام بتاع البنوك المركزية، أما بقى اللي عايز يعني يتعامل بيها فطبعا فيها مخاطرة عالية، وهي المكسب دايما بيبقى مخاطرة عالية والخسارة بتبقى مخاطرة عالية، بس المكاسب الكبرى بتبقى دايما مخاطرة عالية. بس أنا عايز أقول لكم أن البيتكوين فعلا يعني عامل هلع للناس، هو ستوري في كل نشرات الأخبار الأجنبية، كوريا الجنوبية عملت مليونيرات من البيتكوين، فهنتابع طبعا هذه القضية، ده هي بعيدة شوية عن المجتمع المصري، لكن لقينا حد اهو بيتعامل ببيتكوين، واكيد كتير من الشباب يعني ممكن يكونوا بيتعاملوا ببيتكوين. نرجع بقى للواقع، خلاص سيبنا الفيرتشوال والافتراضي على الانترنت، روح يا بيتكوين، ما حدش فينا مشتري بيتكوين. ونرجع لما يحدث على الارض، في ازمه في البنسلين في مصر، كنا اتكلمنا من اسبوع كنا بنتكلم على ازمه الدواء، واتكلمنا على اسعار الدواء، والمهم ان يكون الدواء موجود، القصه مش اسعار ولكن الاهم ان يكون الدواء موجود. احنا عندنا ازمه بنسلين في مصر الايام الماضيه، وزاره الصحه اخيرا اعلنت انه سيتم البدء في ضخ
2 مليون و400 الف امبوله بنسلين طويله المفعول. احنا بنتكلم ان الازمه دي رفعت سعر البنسلين من 9 جنيه للامبول ل 180 جنيه. خلينا نشوف هذا التقرير. طيب معانا اتصالات هاتفيه. طيب عمرو اتفضل يا عمرو. مساء الخير يا استاذ رامي. مساء النور، اهلا بيك. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك اتفضل. حضرتك احنا مش عارفين نجيب البنسلين. ابني بقاله 6 سنين بياخد البنسلين، منهم سنتين ونص انا بشتريه من بره من الصيدليه. فالنهارده هو ابن حضرتك عشان بس أجيبه. نشرح للناس انه ده البنسلين بياخده الاطفال اللي عندهم حمى روماتيزميه، مظبوط؟ بالظبط كده يا فندم، بالظبط كده. واحنا لحقناه قبل ما يوصل الروماتيزم للقلب. هو بقاله ست سنين بياخد الحقنه، وكنت بتعامل في الصحه وكنت بستلمها من الصحه. بقالي سنتين ونص انا بجيبها من بره. فالنهارده مش موجوده لا بره ولا جوه. يعني لا موجوده في الصحه ولا موجوده في قلب الصيدليات. طب بره بتجيبها منين؟ بتجيبها بكام من الصيدليات يا محمد؟ انا حضرتك كنا بنجيب الحقنه بحوالي 10 جنيه. النهارده مش عارفين نجيبها، حتى لو ب 100 جنيه حتى مش عارفين نجيبها. لا من هنا ولا من اي مكان. وابن حضرتك بياخد كام جرعه خلال قد ايه؟ كل 21 يوم. الاول كان بياخدها كل 15، لما الحاله اتحسنت شويه بقى ياخدها كل 21 يوم، والنهارده بقاله اكتر من 10 ايام ما خدهاش. وده خطر طبعا. حضرتك لا، هو بيقعد حضرتك لو قعد شهرين ثلاثه ما ياخدهاش بيشتكي من كل مفاصل الجسم. فاحنا عايزين حد بس يبص لنا، لان مش عارفين حتى لا صيدليه الشكاوى عارفين نجيبها، ولا من الاسعاف عارفين نجيبها، ولا من اي مكان. ما كانش حد لينا حد معرفه بيجيبها لنا وبيجيب لنا واحده وبالعافيه. شكرا يا عمرو. احنا هنحاول، يعني وزارة الصحة قالت انها ضخت بالفعل 2 مليون و400 الف امبول، وانه بداية من يوم الثلاث هيتم توزيع 100 الف عبوة، الثلاث اللي هو النهاردة 100 الف عبوة هتوزع على الصيدليات، صيدليات الشكاوى والصيدليات الحرة، وتم توزيع 200 الف عبوة. محمد طيب معايا اتصال هاتفي اخر. محمد اهلا وسهلا يا استاذ. اهلا بيك يا محمد، قول لي بتدور على بنسلين؟ اه يا فندم، انا بدور على بنسلين لاختي. انا عندي اختي عندها 18 سنه بتاخد بنسلين، مفترض ان هي تاخده لمده لحد ما تتم سن 21 سنه. وبقى لك قد ايه مش لاقي بنسلين يا محمد؟ انا قعدت حوالي شهرين يعني متبهدل في ان انا ادور حتى في الصيدليات اللي هي بيبقى فيه التعامل ودي، الناس اللي عارفانا يعني اللي هم بيبيعوا البنسلين باسعار تانية خالص غير اللي موجوده في منافس وزاره الصحه او صيدليه الشكاوى اللي تبع الشركه المصريه للادويه. وللاسف الاسعار حتى بتبقى غريبه، يعني في ناس بتبيع ب 150، في ناس بتبيع ب 180، في ناس بتوصل الحقنه ليها ناس اعرفهم في محافظات تانية بتوصل الحقنه ل 220 جنيه. وانت واساسا سعر الحقنه دي 9 جنيه او 10 جنيه مظبوط؟ اصلا اه مظبوط، يعني وده المستورد. وفي كمان ازمه اكبر انا اتحطيت فيها بسبب اختي، يعني انا اختي عندها روماتيزم على القدمين. فالبنسلين المصري انا في مره رحت صرفت حقنه بنسلين من صيدليه الاسعاف. هي اصلا بتتباع ب7 جنيه، فرحت ادهاني ب10. رحت يعني راحت اختي تاخد الحقنه في العياده، لازم يتعمل اختبار الاول بالحقنه قبل ما تتاخد. في حالات كتير جدا ما بتلاقيش البنسلين المستورد ومش عارفه تلاقيه، لان البنسلين المصري بيعمل لها حساسيه، ولو اخذته ممكن يعرضها ان هي تبقى مصابه بامراض في القلب. فدي مشكله تانية، ان انا بقيت مضطر في مره جبت جرعه مصري وسببت لاختي مشكله، وقعدت 3 ايام دايخ على جرعه بنسلين مستورد. قصه. اخر مره جبته ازاي يا محمد؟ يعني انا اخر مره الحقيقه فضلت يعني زي كاني يعني مراقب مهتم، يعني اعرف امتى هينزل تنزل الجرعات او هتبقى موجود مستورد في صيدليه الشكاوي. وعرفت رحت في مره الصيدليه اللي هي في الشركه المصريه للادويه، للاسف ما اخدتش غير جرعه واحده. يعني انا المفترض ان انا اختي تاخد كل 15 يوم حقنه، فما عرفتش اخد القدر حتى بتاع الشهر، يعني خدت حقنه واحده بس. فده بيعرضني ان انا ممكن بعد كده اروح فما الحقش، لان الصيدليه دي بيجيها ناس
من كل محافظات طبعا. الجمهوريه. ففي ناس كتير جدا بيبقوا واقفين ما بيلاقوش اصلا، يعني بيجوا من محافظاتهم ويمشوا تاني. يعني ازمه الادويه دي والله يا استاذه لميس الحقيقه يعني طبعا. انا مش فاهمها، والاطفال بيعانوا من حاجات ثانيه كتير قبل كده، في الالبان وفي الحقن وحاجات قد كده مش فاهمين. طب احنا هنعيش ازاي يعني في الاجواء دي؟ واحنا كده يبقى ممكن نموت بايدينا واحنا بندفع فلوس في حاجات فتموتنا. شكرا يا محمد. معايا الاستاذ محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، ومعايا ايضا دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه. استاذ محمود، ده نفس الكلام اللي قلناه من فتره لما كنتوا عندنا، انه الاهم هو توافر الدواء، ان الدواء كتير بيحصل له عمليات نقص في السوق. موضوع البنسلين انتوا راصدينه ازاي؟ تمام، مساء الخير يا استاذ لميس، يا رب اكون سمعت كويس. احنا حقيقي كنا بنتكلم في الاستوديو عند حضرتك عن الموضوع ده، لكن احنا قدام تكسيد حقيقي لثلاث جملات فقط. ده الدكتور خالد مجاهد. اتفضل يا دكتور. الو. ايوه يا فندم اتفضل. حضرتك الدكتور خالد مجاهد عشان التليفونات دخلت على بعض. ده الدكتور خالد. اتفضل يا دكتور. حضرتك بتوجهي السؤال ولا بتوجهي للاستاذ؟ لا انا كنت بوجهه للاستاذ محمود، فممكن معلش هستاذن حضرتك دقيقه، هم الشباب دخلوا بس التليفونات غلط. طيب معايا محمود فؤاد. أيوة يا جماعه. مع حضرتك. ايوه مع حضرتك يا فندم. طيب استاذ محمود. مع حضرتك يا فندم. ايوه، ازمه البنسلين انتوا شايفينها ازاي؟ راصدينها ازاي؟ تمام، احنا كنا بنتكلم من حوالي اسبوع عن الازمات المتلاحقه اللي بنفاجئ بيها في الاستوديو عند حضرتك. القصه بتاعت البنسلين هي تجسيد لمعاني ثلاث كلمات بالظبط: الفساد والجهل بالمعلومات والمرض. المرض احنا عارفينه، والفساد وقع موجوده شهيره بتحقق فيها النيابه العامه ادت للموضوع الكارثي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. بالنسبه للجهل بالمعلومات، ان احنا بالظبط احنا محتاجين كم حقنه بنسلين في السنه؟ دي مش كيمياء، مفترض ان هناك في ارقام، اظن في رقم 6 مليون على ما قريت يعني. بالظبط كده. طيب هو في وزاره مفترض ان عندها كنترول، عندها سيطره على الشركات بتاعتها، بتسال مسبقا هل الشركات بتتم فعلا في الانتاج ولا عندها مشاكل. احنا عندنا شركتين مصريتين، شركه المهن وشركه النيل. في شركه بتعمل 200,000 حقنه وشركه بتعمل حوالي 500,000 حقنه وبتورد بدون اي مشاكل، ولكن احنا عندنا المشكله الاكبر في الاستيراد من الصين، ان حوالي 12 مليون حقنه بيجوا استيراد من الصين. دول لما ما جوش حصلت المشكله اللي بتحقق فيها نيابه العجوزه حاليا. ليه يا استاذ محمود؟ لان حصل في وقعه فساد بتحقق فيها نيابه العجوزه حاليا دلوقتي، ان احد المسؤولين في شركه اكديما انترناشونال تنازل عن الصنف لشركه اخرى خاصه، ثم اتضح فيما بعد ان الشركه دي تخصه، وان هنا النيابه العامه تدخلت وبتحقق في الموضوع دلوقتي. ولكن طيب، علشان استورد من الجانب الصيني لازم اثبت للشركه الصينيه مين صاحب المنتج في مصر، خوفا من العقوبات اللي ممكن تقع. دي كلها حاجات ما تهمش الناس خالص. طب خليك معايا استاذ محمود نسمع راي الحكومه بقى. الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه. دكتور خالد، ماذا عن لماذا ازمه البنسلين؟ خلينا نسال ليه الاول. لا، لماذا ازمه البنسلين يا استاذه لميس؟ ده موضوع. لا انا بسال دكتور خالد مجاهد، معلش خليك يا استاذ محمود. دكتور خالد. استاذه لميس. نعم. لماذا ازمه البنسلين؟ ده موضوع يعني انا حكيته قبل كده، ممكن احكيه لحضرتك تاني، لكن هو محل تحقيق الحياه في النيابه العامه حاليا. طيب، وده بسبب خليك بس معايا يا استاذ محمود. ده انت ما كل الاصوات دخلت على بعض. طيب دكتور خالد، يعني هل ازمه البنسلين فقط بسبب قضيه النيابه العامه، ولا ايضا بسبب انه سعر الدواء، عندنا مشكله في سعر الدواء؟ لا يا فندم، لا يا فندم، أزمة البنسلين حدثت بسبب إنه شركات، إحدى الشركات وهي شركات في القطاع الحكومي التابعة لشركة أكديما المملوكة للدولة، هي شركة أكديما انترناشونال، دي بتستورد مثلها حق الاستيراد 90% من البنسلين اللي موجود في السوق، و10% بيتم إنتاجه من شركة المهن الطبية أيضا التابعة لشركات أكديما المملوكة للدولة. للأسف شركة أكديما انترناشونال، وده كلام اتقال كتير وهو محل تحقيق ما كنتش أحب أقوله بس هوضحه لحضرتك تاني، إن هو رئيس مجلس إدارة هذه الشركة السابق أعطى أو سحب حق استيراد البنسلين من شركة أكديما انترناشونال شركة القطاع الحكومي لشركة خاصة هو يملكها وباسمه هو وأسرته. للأسف، وده طبعا
مخالف لكل الاعراف والقوانين، وده اللي محل تحقيق في النيابه العامه الان. وبالتالي هو حجب دخول البنسلين في من شهر 8 اللي فات بدات تظهر ازمه البنسلين، حجب دخول 900,000 وحده بنسلين الى مصر. وهو كان مديون بقى للمستورد الصيني. ايوه بصراحه، يعني بصراحه يا دكتور المواطن يعني ملوش علاقه بالفيلم ده كله، ماله بالظبط كده. وعشان كده بقى، عشان كده بقى احنا بنقول ايه الاجراءات الاستثنائيه. حضرتك قلت لي لماذا الازمه، فانا برد على السؤال، ولكن ايه الاجراءات الاستثنائيه اللي اتخذتها وزاره الصحه عشان توفر البنسلين؟ اول حاجه احنا رجعنا حق الاستيراد لشركه اكتيما انترناشونال، وبالتالي 900,000 ابوت بنسلين اللي كانوا محجوبين ومش عارفين ننزلهم الاسواق، نزلنا منهم 100,000، وفي 800,000 ان شاء الله داخلين في 20 ديسمبر المقبل. ده رقم واحد. رقم اثنين، شركه المهن الطبيه اللي هي كانت بتنتج 1,200,000 عبوه بنسلين، تم مضاعفه انتاجها، بقت تنتج 2,400,000 2,500,000 عبوه بنسلين. النهارده نزل اول 100,000 منهم، وهتنزل يوميا 100,000 فايل بنسلين للاسواق يوميا. النهارده اول 100,000 نزلوا، راحوا منهم 53,000 للشركه المصريه لتجاره الادويه، منهم في صيدليه الشكاوي 5,000، وفي صيدليه الاسعاف 3,000، وفي المديريات 6,000، وفي شركه المتحده، ودي اكبر شركات توزيع، اكبر موزع، راح لها 53,000 بتوزعهم على الصيدليات. يوميا في 100,000 نازلين. ثالث حاجه، تم الاتفاق مع شركات النيل وشركات مصر للادويه وشركه اكتوبر فارما، ودول كلهم شركات محليه، لانتاج البنسلين بكميات اكبر علشان تقدر تغطي احتياج السوق وقلل اعتمادي على الاستيراد. طيب، وبالتالي انا الحمد لله الحقيقه يعني الازمه بدات تتحل من يومين ثلاثه، ومش بدات بس في القاهره، انا باكد لحضرتك انها بدات في المحافظات، واحنا بننزل كل يوم مفتشين على كل الصيدليات اللي في الجمهوريه اللي راح يطلع بنسلين بالفعل، اللي هي فروع الشركه المصريه وصيدليات الشكاوي، علشان اتابع هم بيصرفوا قد ايه بنسلين، وبيفضل عندهم مخزون قبل يعني النهارده مثلا بالليل يفضل عندهم مخزون في الصيدليه علشان يقدروا يصرفوا منه بكره، ام لا علشان الصيدليه اللي ما فيهاش اقدر اوفر لها بنسلين. يعني امتى نقدر لو نزلنا نسال احنا كمواطنين عاديين، نزلنا نسال في الصيدليات نلاقي بنسلين عادي؟ يعني يا فندم حضرتك من النهارده تقدري تنزلي الصيدليات لفروع الشركه المصريه هتلاقي بنسلين. 20 ديسمبر حضرتك مش هتلاقي صيدليه ما فيهاش بنسلين. 20 ديسمبر يعني ده لسه كمان 8 ايام. ما انا بقول لحضرتك النهارده، من النهارده انا وفرت في كل المحافظات، يمكن كان في محافظه مطروح طيب ما فيهاش بنسلين، بعض المحافظات ما كانش فيها فروع للشركه المصريه. ال 100,000 اللي بتنزلهم شركه المهن يوميا دول بيغطوا طيب. يعني النهارده الناس اللي مزنوق اللي محتاجه بشكل عاجل تروح فين يا دكتور؟ النهارده حسب محافظته، انا عندي فروع الشركه المصريه كلها فيها بنسلين. اسمها ايه الشركه المصريه؟ معلش، فروع الشركه المصريه لتجاره الادويه. طبعا المواطن ما يعرفش، المواطن عشان يعرف طبعا لو هو مش عارف بيرجع للخط الساخن عندنا 24 ساعه، بنقول له هو يقول لنا هو ساكن فين، ونقول له اقرب مكان يجيب منه بنسلين ايه. الخط الساخن ده رقمه 25 35 450. 405 ب 25 35 405 ده 450 150 يا استاذ لميس، 450 يبقى 25. لو جالك اي رسائل من اي مواطن حضرتك طب انا عندي عمرو ومحمد هنبعتهم لحضرتك، لان هم فعلا محتاجين بنسلين، واحد لاخته وواحد لابنه، ودي قصص طبعا ما نقدرش نتاخر عليها، ويعني فورا. وانا بشكر وزاره الصحه، بس ازاي نقدر بقى يعني نعرف قبل ما الأزمة تحصل، بدل ما كل مرة تحصل الأزمة؟ صحيح بنتحرك، لكن احنا مش عايزين الأزمة تحصل وبعدين نتحرك. هي بص يا أستاذة لميس، الأزمة دي مش هتحصل تاني لسبب واحد، لأن أنا النهاردة ما بعالجش مش مجرد إن أنا بوفر بنسلين علشان المريض يلاقي، لا أنا بعالج السبب، والسبب ده بيتم علاجه النهاردة محل تحقيق. الأزمة دي بالذات أزمة حدثت لأن في حد حجب عن عمد دخول بنسلين السوق ودخوله مصر. فالازمه دي انا عالجتها بمحورين، علاج السبب، وان انا ارجع للشركه الحق الاستيرادي اللي كان منعها انها تستورد، ادي علاج. الحاجه الثانيه ان انا ازود انتاجي المحلي علشان اقلل الاعتمادي على المستورد. فان شاء الله ده بيعلمنا درس انه ما يبقاش في شركه واحده هي اللي بتستورد. طبعا ده خطا، ولكن خليني اقول لحضرتك حاجه، طول ما كان الشركه اللي كانت بتستورد هي احدى شركات القطاع الحكومي، احنا ما كناش بنعاني من ازمه. ولكن لما تحول الامر لانه حق الاستيراد بتاعها منح لشركه خاصه، ف
بدأت الأزمة تحدث لأن بدأ الأمر يخش في جانب المصالح وجانب يعني الحسابات الشخصية. طيب خليك معايا يا دكتور، أنا معايا أيمن أيضا وده برضو مواطن أكيد عنده مشكلة، اتفضل يا أيمن. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بيك. أنا هتكلم مع حضرتك برضو حاجة بخصوص الأدوية، بس أنا آسف هي بعيدة عن البنسلين. هي الأدوية برضو في أدوية كتير ناقصة. أنا والدي مريض باركنسونيزم والمفترض إن هو بيستخدم دواء سينمت، ده بقاله فترة برضو ناقص من السوق ومش عارفين إيه السبب، وده طبعا بيأثر بالسلب على صحته لأن بيبقى فيه نقص في ال طيب في الجرعات المفروض ياخدها. فبرضو طيب ايه المشكلة؟ اسمه ايه الدواء يا ايمن لو سمحت؟ سينمت. سينمت. دكتور خالد، ده دواء اخر للباركنسونز وناقص في السوق. في مشكلة السينمات دي مشكلة عالمية استحدثت، ظهرت قريبا، دي مشكلة في انتاج الدواء من شركاته العالمية نتيجة تغيير في الاكواد. ده عالميا مش في مصر بس، احنا في مصر هنا له بديلين، بديل اسمه شاتو وبديل اسمه ليفوكار. وال يعني اداره النواقص في اداره الصيدله بيتوفر البديل ده للصيدليات ايضا، شكاوي صيدليات الاسعاف. فالاستاذ ايمن او الاستاذ محمد اللي بيتكلم مشكورا يعني بيرجع لنا برضه على الخط ساخن، واحنا هنقول له هو ساكن فين واقرب مكان فيه شاتو او ليفوكار ويتوجه لصرفه فورا ان شاء الله لحين ما تتحل مشكله السينمات وانتاجه عالميا او في الخارج. بشكرك، شكرا يا دكتور، بشكرك دكتور خالد مجاد المتحدث باسم وزاره الصحه، وشكرا لايمن. طيب معايا عايده، اتفضلي يا عايده. عايده ايوه اتفضلي، مساء النور، اهلا بيك. بصي انا لو سمحتي انا باخد انسولين. انسولين؟ باخد انسولين وباخد ادويه كتيره جدا، ويعني مش قادره اقول لك، انا مدينه طوب الارض، العلاج غالي عليا جدا، كله عندي بمعترض الجلطات كتير، لسه طالع من انا مركزه وعندي جلطه في رجلي ومركبه مسامير وعدسه ثانيه، ومديونه في طوب الارض من العلاج كل شهر ب 3000 جنيه. الو. بصراحه مش عارفه اقول لك ايه بصراحه، يعني يعني ده موضوع صعب جدا، يعني اسعار الادويه بقت غاليه بشكل كبير. طيب جالنا دلوقتي استاذ محمد، معانا الاستاذ محمد فؤاد، معانا استاذ محمد فؤاد رئيس مركز الحق في الدواء. يعني محمود فؤاد، يعني تقييمك بقى للقصه، طلع ان في قضيه فساد وما الى ذلك وكل القصه دي، فيعني كيف يمكن ان نمنع هذه نقص الدواء مره اخرى؟ استاذ الاميس، احنا محذرين من حوالي شهرين ان هيحصل ازمه في البنسلين. دور وزاره الصحه تمنع حدوث الازمه، مش دور وزاره الصحه انها تتحرك بعد وجود الازمه، وان في بعض المواطنين يتكبدوا عناء وقف الطوابير. في شروط مكحفه يا استاذ الاميس لصرف البنسلين في مصر، مش ممكن اخد شهاده ميلاد ورقم قومي وشهاده تحليل الطفل علشان في الاخر اروح اصرف حقنه. الاجراءات دي كانت بتتم في الخمسينات، لكن دلوقتي من المفترض ان انا عندي المعلومه جاهزه وعندي اداره بتتنبا بالازمه هتحصل امتى وامتى هتتحل. ده مدخل مهم للموضوع. خلينا نقول بقى حاجه مهمه جدا يا استاذه لميس، حضرتك فتحتيها، يا جماعه عندنا مشكله في اسعار الدواء في مصر. يجب ان تكون هناك اليات للتسعير وفق نظم منظمه علشان الدواء ما يختفيش. الدواء بيختفي يا استاذه لميس بفعل فاعل نتيجه عدم جدول اقتصاديه بعض الشركات. الحاجه الاخيره المهمه، الادويه الحيويه من فضل وزارة الصحة، الأدوية الحيوية يجب أن توزعها الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لأن دي شركة عامة نقدر نسألها في أي وقت، نقدر نسألها في مجلس النواب، نقدر نسألها في أي وقت بالظبط. ولكن الشركة الخاصة لما جت عملت الكلام ده كله واستحوذت على المنتج والكلام ده كله، دي عملت لي أزمة حقيقية موجودة دلوقتي. فين المعلومات بالظبط اللي عند وزارة الصحة عشان تحل الإشكالية الكبيرة دي؟ احنا بقالنا أكتر من سنتين الناس فعلا بتعاني، الناس فعلا بتشوف الأمرين عشان توفر الدواء بتاعها. يبقى الحل الوحيد ان يكون في تسعير لاسعار الدواء في مصر وفق اليات منظمه. بالظبط بالظبط، وده اللي قلناه في مليون يعني جلسه نقاشيه عملناها قبل كده. ما اعرفش فكره التسعير، واضح انها عندها عمليه صعبه، لكن يعني انا بشكر وزاره الصحه انها اتحركت، لكن مره اخرى ما هو ده تحرك دائما بعد الكارثه. احنا مش عايزين الكارثه تحصل والناس الدواء
الدواء الاهم ان هو يبقى موجود. القضيه هنا بقى مش تسعير فقط، التسعير فيه مشكله، وايضا فكره انه يحصل بقى زي يبقى فيه محتكر واحد للاستيراد، دي مصيبه مش مشكله. طيب قضيه اخرى لها علاقه بالدواء تنشرها جريده الوطن غدا، بتقول فيها انها حصلت على مستندات بتوريد 6 مليون عبوه محلول محلول طبي غير مطابقه للمواصفات تهدد حياه كبار السن والاطفال. زميلتنا سحر مكاوي الصحفيه بجريده الوطن، سحر ايه تفاصيل القصه دي؟ مساء الخير يا استاذه لميس. والله انا بفضل الله وصلني مستندات من مصادري بتفيد بتعرض 14 مريض بمستشفى الكهرباء التابع لوزاره الكهرباء باعراض غير معتاده اثناء هم مرضى غثي فشل كلوي، تعرضوا لاعراض غير معتاد عليها اثناء اجراء عمليات الغسيل الكلوي مع استخدام حليب الملح الخاصه بشركه النصر للادويه. الاعراض دي كانت عباره عن تكسير لكرات الدم البيضاء وارتفاع ضغط الدم وارتفاع درجه الحراره. فبناء عليه وزاره الكهرباء ارسلت خطاب للاداره المركزيه للشؤون الصيدليه التابعه لوزاره الصحه بتطالبها بتخاطبها وتقول لها يعني بتخاطبها بشكوى ان هناك تاثيرات واعراض غير معتاده اثناء اجراء عمليات الغسيل الكلوي لهؤلاء المرضى. ووضحت في الخطاب بتاعها انها استخدمت محلول ملحي اخر عشان تثبت هل السبب من المحلول الملحي المستخدم من قبل شركه مصر للادويه او هناك اسباب اخرى. فالمهم يعني العامل المشترك هل يعني دلوقتي في تقرير راح من هذه المستشفيات لوزاره الصحه؟ ايوه يا فندم، ده خطاب مرسل من مستشفى الكهرباء لمركز اليقظة المصري التابع للإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، بيقول لها إن في مشاكل دلوقتي من المحلول ده أثناء علاج أثناء إجراء عمليات الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي، فضلا عن مرضى تانيين يا فندم في أقسام عادية مش مرضى غسيل كلوي ولا حاجة، حصدوهم برضو أعراض ارتفاع درجة الحرارة وحكة طيب. خليكي معايا سحر، معايا الاستاذه رشا، الدكتوره رشا زياده رئيس الاداره المركزيه للصيدله في وزاره الصحه. دكتوره مساء الخير، ما حقيقه مساء هذا الموضوع؟ مساء الخير يا فندم، اهلا بسيادة. اتفضلي. المفروض انه اي حد في المستشفيات او متعاملين مع اي من الادويه الطبيعي لو حصل اي اثار جانبيه او اي شك في اي امر بيتصل على طول بمركز اليقظه او بيرسل اليه. ما هو اللي بتقوله زميلتنا ان فعلا في خطاب راح من مستشفى الكهرباء لمركز اليقظه ولم يكن هناك رد. لا ابدا، كان في رد طبعا، وفي عمل طبيعي بيعمل الاداره المركزيه للشؤون الصيدليه مركز اليقظه طبقا لاجراءات متبعه عالميا، انه بيرسل المفروض زي حاجه زي كوستيونير كده بيبعت بيسال بعض الاسئله للهيلث كير، الناس اللي هي بتعالج المرضى اللي تم الشكوى بشانهم، وبيدخل اقسام كثيره في المكان. ده تم الحمد لله يوم 5/12 طلع طلب من مركز اليقظه لاداره التفتيش الصيدلي بافاد مفتش عشان بنسحب من مكان الشكوى وبنسحب من الشركه المنتجه. ده اجراء طبيعي على فكره وبيحصل مع عدد كبير من الادويه بشكل يومي، ده عمل يومي لمركز اليقظه. طيب ولقيته ايه يا دكتور؟ ده امر غير غريب، انا بس بطمن ده امر مش غريب ابدا. طيب. بنبحث لحد ما نجد يعني لحد ما نجد نتيجه وتقرير ننتقل بناء عليها اجراءات. حتى الان احنا في مرحله الفحص من يوم خمسة. انتوا لسه في مرحله الفحص؟ تمام. هو الفحص عباره عن ان احنا بنعمل تتبع للباتشات دي. طيب هل احنا بننتج من شركه النصر بتنتج 2.5 مليون ازازه شهريا. فبنفحص الاماكن اللي تم توريد فيها هذه الادويه، هل تم حدوث اي مشكله جانبيه بهذا المحلول او تم شكوى من اي جهه. حتى الان تتبعنا مفيش اي حتى الان شكوى ولا اثر جانبي ظهر. طيب بنتخذ بعدها اجراءات بحيث ان احنا نوسع شويه، بنعمل منشور ننشر على مدار مثلا سنه، دي الاجراءات الطبيعيه اليقظه، ده شيء طبيعي. حاجه لا تؤثر في سمعه مستشفى الكهرباء ولا تؤثر في سمعه المحلول، ده امر طبيعي، احنا بندفع الناس ان هي تبلغنا باي مشكله. ايوه يعني هل جال حضرتك خطاب بيقول ان في متداول 6 مليون زجاجه محلول ما عدتش على الامر بقى هنا؟ ده الامر بقى اللي فيه خلط كبير جدا ومعلومه غير دقيقه كمان. انا المفروض انه الاجراءات المتبعه في كل شركه ان هي بتحلل التشغيله،
في المعمل بتاع الشركه. ثم انه المحاليل دي بالاخص احنا عندنا مفتش يومي في شركات المنتجه للمحاليل، نظرا ان احنا متابعين لموضوع المحاليل بشكل ضاغط عن بقيه الادويه نتيجه للازمات اللي ممكن نتعرض ليها لو ابتدينا يعني ما نتابعش كميه المنتجه بشكل سهل. المفروض ان شركه النصر دي ده اللي بيحصل فعلا، عندها مفتش بشكل يومي. المفتشة عملت محضر لما لقيت بعض من العينات اللي اتسحبت وما راحتش هيئة الرقابة، وفرضنا على الشركة انها تبعت، وفعلا بعدت بأورنيك سحب العينة من 4 شهور. لا انا تهت من حضرتك خالص بصراحة. اتفضلي. الخلاصة بقى يعني دلوقتي عندنا محاليل. لا ابدا، ما فيش حاجة اسمها 6 مليون ابدا خارج الرقابة. اولا الرقابة، انا كده تهت، اذا كنت انا تهت يبقى المشاهد تاه بصراحة. يعني الخلاصة يا دكتورة، في 6 مليون في 6 مليون عبوة محلول ما عدوش على الرقابة؟ لا ما فيش حاجة بالمعنى ده تماما خالص. انا بطلع حضرتك مفيش حاجه بالمعنى ده تماما. المفروض انه طب ما الخطاب ده موجه لحضرتك من اداره التفتيش، بيقول تعمد عدم ارسال عدد 1200. ده بياكد ان التفتيش الصيدلي هو اللي بيراجع على شغل الشركه، ولما راجع على شغل الشركه ولقى ان في عدم ارسال العينات، المفتشه بعتت لي اداره التفتيش الصيدلي اللي هم رئاستها، وهم ارسلوا لي وفرضنا على الشركه ان هي ترسل العينات. طيب. ديت ومن 4 شهور فاتت المطابقه 100%. انا عايز اقول لحضرتك انه احنا عندنا مطابقه 100% لجميع العينات بتاع شركه النصر، السايد افكتس رسميه من هيئه الرقابه والبحوث الدوائيه. السايد افكتس اللي موجوده اللي بتقول عليها زميلتنا سحر مكاوي في تحقيق الوطن، احنا بنطلع 2.5 مليون ازازه شهريا من شركه النصر. فلما بيجي شكوى فرديه انا بتعامل معاها لحد ما اشوف ان هي متكرره بالشكل اللي تدخل فيه. بيحصل زي ما قلت لسيادتك. طيب. فحص على جميع المستويات، لو في اي قلق بيحصل على طول اتخاذ اللازم. ده اللي انا بطمن. طيب سحر، عايزه تردي على كلام الدكتوره. بس عايزه ارد على حاجه، لان التقرير اللي طالع من التفتيش الصيدلي بيفيد ان لم يتم ارسال 1200 تشغيله انتاجيه من المحاليل للرقابه ولتحليلها بهيئه الرقابه والمؤسسه الدوائيه، وده يا استاذه لميس اجراء في قوانين تداول، اجراء ضروري في تداول الادويه الخاصه بالمحاليل الطبيه اللي بيتم التعامل فيها عن طريق التم، ان لازم يتم تحليل العينات هيئه الرقابه والمؤسسه الدوائيه. كون ان العينات ما تروحش لهيئه الرقابه والبحوث الدوائيه وهي 1200 تشغيله، التشغيله عباره عن من 4000 ل 6000 عبوه، ومعنى كده ان احنا عندنا 6 مليون عبوه تداولت في الاسواق بدون اعتماد تحليلها في هيئه الرقابه والبحوث الدوائيه، وده اللي اكده لنا ان في مستشفى الكهرباء ارسلت خطاب ان عندي حالات تعرضت للخطر. طيب دكتوره لو تردي في 30 ثانيه، خاصه انه الفقرة الأولى بتقول لك إنه مما يهدد أمن وسلامة وصحة المرضى علما ما لا أبدا لا أبدا. إحنا أنا عايزة أقول لحضرتك يا أستاذة لميس إنه هذا الكلام بيدلل على إنه فاهمة خطأ لما وجد بالتقرير. التقرير ده عبارة عن تقرير مفتشة اللي ملازمة للمحاليل. في أي مخالفة طول الوقت التفتيش الصيدلي يلاقي مخالفة بيعوض هذه المخالفة بتقرير للرئاسة. هل انتوا بنبعت المصنع؟ بس انت بقول لحضرتك ان احنا بنعمل اجراءات اصلا مشددة عن ما تصدره منظمة الصحة العالمية من اجراءات رقابية. احنا بنحلل تشغيلة بتطلع من المصنع، وما فيش دولة بتعمل كده، ولكن احنا دقيقين جدا في حكاية المحاليل علشان ما نبقاش في اي خلل في اي وقت. فهذا الكلام مقري بطريقة خطأ تماما، وانا بطمن تماما ان احنا عندنا مطابقه 100% لاصناف شركه النصر اللي تخليني افرج عن اي تشغيله قادمه. يعني ما دام انت متاكده خلاص، يعني انا الحقيقه انا بطمن يعني حضرتك 100%. هو تقرير مطابقه المحاليل. امال التقرير الارقامي ده ايه برضه؟ فيها بيان علشان يعني انت بتقولي كمان الجرايد كلها، يعني بتقولي ان ده محضر عملته واحده مفتشه. بالظبط، مفتشة تتبعنا بحيث ان هي بتراجع عليهم بشكل يومي. طب ما هي بتقول انه التشغيلات دي تم توزيعها وبيعها في الاسواق الخاصه والعطاءات والمرخصات والمستشفيات الحكوميه مما يهدد امن وسلامه صحه المواطن. مفتشه بتاعتكم هي؟ ما هي يا فندم المفتشه بتاعتنا هي بترصد دي مخالفه عشان يرسلوا على طول العينات، وتم فعلا بالفعل ارسالها. فبعتوا لكم العينات والعينات طلعت مطابقه. بالظبط، العينات في هيئه الرقابه والبحوث الدوائيه بتتحلل في ممكن في اكثر من شهرين، يعني على ما تصل الى يعني ما تصل جدولها ممكن تاخد شهرين. انا من حقي يعني ان انا اتحللت ولا لا يا دكتوره؟ معلش انت بتلففيني كتير، اتحللت ولا لا العينات؟ اتحللت طبعا، شهاده المطابقه، شهاده المطابقه والصلاحيه يا فندم اللي احنا بنتكلم عليها ديت طالعه بنسبه 100% على مدار 4 شهور. خلص. لا يخليني افرج عن اي تشغيله.
ماشي. طبقا لقواعد المنظمه الصحه العالميه. شكرا دكتوره رشا زياده، شكرا زميلتنا سحر مكاوي. الحقيقه انه كان موضوع مهم لكن حبينا نتوثق منه من وزاره الصحه. طيب دكتور علي جمعه، كل يوم ثلاث في برنامجه الشهير هيرد النهارده او هيرد في كل يوم ثلاث في برنامجه على فتاوى ودعاوى الارهابيين في تجربه هي الاولى على شاشة الفضائيات المصرية للتصدي لفتاوى والدعايات الإرهابيين. دكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء من خلال حلقة أسبوعية تحت عنوان فصل الخطاب في إسقاط الإرهاب، هيقدمها كل يوم ثلاث في برنامجه الشهير والله أعلم على قناتنا طبعا سي بي سي، هيقوم بالرد على كل هذه الدعاوى لعصابات الإرهاب التي يستندون إليها للقيام بأعمالهم الإجرامية في مصر والعالم. ومن المقرر أن يقوم الدكتور علي جمعة بالرد على تلك الفتاوى وما فيها من أدلة، كل فتوى على حدة لكشف ما فيها من فساد وجهل، لا سيما مع تحول هذه الفتاوى إلى أداة قتل يرتكب بناء عليها أو يرتكب بناء عليها أبشع الجرائم إقليميا ودوليا. من أبرز ما سيقوم به الرد عليه دكتور علي جمعة كل ثلاثاء فتاوى زي مثلا إيه جواز قتل الكافر، حقيقة قتل الرسول لأعمامه، حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حق إعلان الجهاد من قبل الجماعات لنصرة الدين، فتوى استمرار سبي النساء وعدم تعلقها بزمن، ادعاء إقامة الحدود لتطبيق الشريعة، بطلان القانون القوانين الوضعية. يعني في دعاوى كتيرة قوي زي دعاوى الخروج على الحكم والحاكم لتطبيق أحكام الله، الاستناد الباطل لقاعدة لا طاعة لمن لم يطع الله، والادعاء بأن الهجرة ما زالت مستمرة لنصرة الدين. دعاوى كثيرة جدا هيرد عليها الدكتور علي جمعة في أول برنامج من نوعه يرد على فتاوى الإرهاب كل يوم ثلاثاء والله أعلم. دكتور علي جمعة تابعوا هذا البرنامج. نخرج فاصل نشوف هذا التقرير عن تحديات صناعة الدواء في مصر، وبعد الفاصل القاضيات في مصر. تحديات صناعة الدواء عنوان رئيسي لمؤتمر شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية. المؤتمر ناقش مستقبل صناعة الأدوية في مصر إضافة إلى أزمة نقص الدواء وتسعيره. لابد من أنه كما وعد السيد وزير الصحة بأنه حيراجع ل 14,000 دواء ويعالج تشوهات التسعير. الدواء اللي هو لا يحتاج لزيادة في السعر فيتم مراجعة سعره، والدواء اللي محتاج دعم بأنه هو يترفع سعره. احنا عندنا مقترح جديد للتسعير هنتقدم به برضو معالي الوزير الصحة، بحيث هناك تشوهات في التسعير وتشوهات في عام إجراءات التسعير نفسها، وبالتالي لابد من وضع سياسة شفافة. في لجنة حاليا موجودة في إدارة الصيدلة بتراجع على الأسعار كلها، يعني المفروض ابتدت من الكلام ده من أول السنة من ساعة ما طلع قرار التسعير أو زيادة الأسعار القديمة. فكان المفروض ان هو في شهر اغسطس في موجه ثانيه لزياده الاسعار، بس الناس توافقت على ان هو تستنى لغايه لما يحصل اعاده دراسه كل الاسعار الادويه الموجوده في مصر. الدواء سلعه مش بتحتاج تقنيه معينه في التصنيع، المواصفات دي بتكلفنا كتير، الشركات بتتكلف، فبالتالي معنى ان انا ما احركش الاسعار يبقى انا كده بقتل صناعه الدواء. قانون التأمين الصحي الجديد ومدى تأثيره على مستقبل صناعة الدواء كان له النصيب الأكبر من النقاشات في ظل فرض القانون لرسوم على الشركات ومصانع الأدوية الجديدة. احنا محتاجين لما نيجي نطبق أي رسوم نبقى عارفين كويس أوي اقتصاديات الشركات واقتصاد الصيدليات شكلها ايه في ظل الظروف اللي احنا بنمر فيها. تاني حاجة احنا محتاجين دعم كامل لصناعة الدواء من خلال التشريعات، من خلال إعادة صياغة إعادة هيكلة لمنظومة الدواء داخل مصر. قانون التأمين الصحي أغفل شريحة كبيرة من أصحاب الصيدليات بالذات، لأنه ما ذكرش حتى قانون المنظم للدواء ولمهنة الصيدلة اللي هو القانون 127 لسنة 55. لازم يبقى في اعتبار في القانون لأصحاب الصيدليات وإلا ستدمر هذه المهنة. تحديات كبيرة تواجهها صناعة الأدوية، لكن يظل تطوير هذه الصناعة أملا لتقليص استيراد الدواء وتوفيره بأيد مصرية. هشام الرباط، هنا العاصمة.